السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الامتحان التجريبي لنهاية الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر القسم العلمي العام الدراسي 2011-2012. المسألة على التيار الكهربائي مسألة جدا بسيطة، أي طالب بيقدر يحلها. يمر تيار كهربائي شدته، إذن هاي التيار، في فتيل مصباح كهربائي فتتدفق في مقطعه شحنة كهربائية، هذه كيو. احسب الفترة الزمنية يعني دلتا تي التي استغرقها تدفق الشحنة. لاحظ قانون تعويض جواب. إذا عندك هالمعادلة تستخرج منها دلتا تي وبتعوض. يعني مسألة عليها 5 درجات أو 6 درجات ببساطة الطالب بيقدر يحصل عليها.